السلام عليكم متابعين الأعزاء. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خطر ترك الأنوار عند النوم، وأمرنا بإطفائها ليلا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينهانا عن شيء إلا لأنه يعلم أن له أضرارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وقال أهل العلم: صدق رسول الإسلام، فإظلام المصابيح هو إعجاز نبوي يحفظ الإنسان وبيئته من التلوث الضوئي الذي ينشأ من التعرض الزائد للضوء في الليل. فظلمة الليل سنة كونية أكدت عليها الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع، ومنها قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فإذا ظلت المصابيح موقدة أثناء النوم أثرت بالسلب الكبير في صحة الإنسان، والذي من المفترض أن يخلد للنوم، فقد جعل الله عز وجل الليل للنوم والراحة والنهار للعمل والسعي، فتركها يسبب الصداع والإرهاق والتوتر والقلق وارتفاع ضغط الدم ونقص إفراز هرمون الميلاتونين. كما أن هناك غدة تسمى الغدة الصنوبيرية التي تعمل في الظلام فقط، ووظيفتها الأساسية هي أن تقوم بإفراز هرمون يساعد الجسم على أداء مهامه بشكل منتظم، كما تساعد الإنسان على الدخول في النوم. وإذا لم ينم الإنسان لن يستطيع أن يستكمل دورة حياته التي من المفترض أن يتخللها النوم للراحة والسكون وارتياح أعضاء الجسم المختلفة. فسبحان من أمرنا بالخير صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.